سنة واحدة. دلوقتي هنشوف ازاي نكتب CSS في قلب ال HTML. هاجي هنا مثلا عند H1 وهقول له style بتساوي وبين قوسين كده، هروح قايل له انا عايز الكلر ونقطتين واختار اللون اللي انا عايزه بالشكل دوت. وبعد كده هقول له مثلا انا عايز بقى الفونت نقطتين، يكون مثلا اريل. دي طريقة ان انا ادي لون وادي مواصفات معينة للكلمة اللي انا كاتبها. فيبدأ يديني اللون دوت بالشكل ده. طيب انا دلوقتي لو انا عايز اعمل ستايل لكل ال H1، ممكن يكون عندي كتير H1، فلو قعدت اكتب كل مرة الجملة دي هتاخد مني وقت كتير قوي. فالحل ان انا اجي هنا في الهيد وهقول له ستايل، وبعد كده هقفل الستايل. طيب بعد ما قفلت الستايل هبدأ بقى اكتب، هقول له انا دلوقتي عندي ال H2 وافتح كده واقول له ده الكلر، اختار اللون بقى اللي انا عايزه لل H2 بالشكل دوت، واروح حاطط السيمي كولون واقول له مثلا الفونت، ممكن اختار بقى الفونت فاميلي مثلا، واختار الشكل بتاعه مثلا واقول له وريني. اللون اتغير بالشكل ده. لو انا عندي H2 كتير كلهم هيتغيروا بمجرد ما انا اغير اللون او اغير الفونت فاميلي او اغير اي خاصية من الخصائص ديت. طيب لو انا دلوقتي عندي ال H2 دي مكررة مرة كمان مرة كمان، عايز واحدة من H2 ديت اديها ستايل معين او اديها خصائص معينة، فاجي هنا في H2 واقول له class هتساوي مثلا red دي. تمام. طيب هاجي هنا في H2 واروح قايل له دوت red. تمام. طيب هاجي دلوقتي اقول له شغل، هلاقي انا عندي اول H2 واخده نفس اللون ما اتغيرتش، التانية ما اتغيرتش. H2 class بتساوي REDD خدت اللون دوت، وبعد كده ال H1 خدت اللون بتاعها، يبقى انا كده عملت REDD. طب لو انا جيت هنا في ال H1 وقلت له نفس الكلمة بقى class هتساوي class هتساوي REDD. تمام. وقلت له شغل، تمام، يبقى الخاصية اللي انا حطيتها دي تنفع مع اي واحدة فيهم. تمام. بس يكون فيها كلاس بتاعها بتساوي REDD. طيب لو انا جيت هنا وقلت له H2 بس، يعني H2 بس هي اللي فيها الخاصية ديت. طب لو قلت له H1 هتلاقي اتنقلت للخاصية ديت. فالموضوع زي ما انت شايف سهل ان انا اتحكم، يعني ممكن اعمل حاجة خاصية للكلاس بس، يبقى تبقى نقطة واكتب اسم الكلاس اللي هو دوت، او H1 احدد بقى انا عايز انهي جزء بس هو اللي اتطبق عليه القاعدة ديت. يعني لو انا شلت ال H1 هيطبق عليهم الاثنين، لو كتبت H2 هيطبق على H2 بس.